هيدا عمود فاونديشن وانت بدنك شقيسة أمورها سمفركة أيام مدوين كوتن بيسكو مشقوصان ايت سيدي ايو غارسين لهايدة تذكي ايكو دوفاتي دوفانتي سقل ادوانكو هبستي قبولة دا قلبيتك السومال لان غارهان ديغان دا حيبها ايه بوري ليدا قبولكا اوضل هيدا عمود فاونديشن ايام ما انت تيه قدر كي قدن يهي لابا بقول او قيس وحا اي غارسيين ديغان كا اشا عدو او دا عقل بيت كمقالة دا بور ما كانتي سندق مدى بور ما ديغدان ايه قابكي ايو قيبيين ايه بوري وحكي وربيعي احمد عبد اسماعيل او كمي دي سراكي شهيات عمود فاونديشن سومالي لان وحانا ويري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فانتا تشوف هاي ستيل بشيتون كن لبطل ستيل سوان فانتو لدينا عاد عضوة فتا سندق من القوربة ورحتي قال لدي اشد الخطية سيوالي الدوبة طبعا انا مخاف حولي بي خلب كلوة عيسي قال لي حسنا وحيلة جوات ياشي ديگان وما تعرفن كبعض لاي لبطل قرب بويس ما كان فقط هذا السيدي جريس تغيير السفر كنا في لندن أنا كويس والله تبدا حتى هو عنده دو كلا ديقدني waxa ka mid ah iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi waxaan ay u maad ciliyeen hay'adda Amood Foundation iyo oo ka marqaati ka ay deeqdan maanta la soo gaarsiiyay Amood Foundation waan maadnaqaynaa aan ugu maadnaqaynaa ilaha la gaaray ee duufaanada ee dhulka iyo saraacyadii waxyeelay xoolaha waxyeelay halku ma aadna qenaa iyo kuwo labo boqol oo qoys soo gaarsiiyay annagu iyo ashaadda maanta soo gaarsiiyay bisha 8-deedii waxaan ugu mahadnaqaynaa inay si fiican noogu dhigeen oo labal uga gudoonay gacanta iyadana ku jirto aan ugu mahadnaqaynaa wana soo dhaweynaynaa waxa soo dhaweynaynaa ما ترى محكوم قابلني راشن دن لا بقول بوكس وحما هذا يسهل عن سوريش يعدي سوري تيج أنا هو أشعداء باش أشعداء اللي باتري كيسو قاري اي دوفان تا اي باري امارتان اي باري باري بابيسي اي حوالي هبا خلق ليسي وحنا ما هدنا غينا عمي سوريش يا ما هذا يسهل وانا كو قدوني kastabaha ahate hay'adda Amood Foundation ayaa inta badan ka hawlgashaa goobaha u baahan gurmadka ee ku habsadaan masiibooyinka dabiiciga iyo abaaraha waxaana ay deeqdani qayb ka noqonaysaa deeq aad u ballaaran oo ay ugu talagashay inay gaarsiiso dadka ay ku habsatay ee ay saameysay duufaanta sagar ee ku dhufatay gobollada galbeedka Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Dabshid Kalsan TV magaalada Buurama